يسأل عن شخص ذهب يعض شخص آخر، فنزع المعضود يده فأسقط أسنان العض، هل عليه دية؟ ليست عليه دية، وقد حدثت واقعة مشابهة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عض رجل رجلا آخر فانتزع الآخر يده فأسقط ثنيته، الأسنان المقدمة، فذهب يطالب بالدية من رسول الله، يطالب رسول الله أن يعطيه الدية من هذا الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى يد أخيه يقضمها كما يقضم الفحل ثم يأتي يطالب بالدية، أيدعوها لك؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأهدر النبي الدية آنذاك، والله أعلم.